السلام عليكم أصدقائي الحبيبين ما تنسوا موضوع الحلقة اليوم عن حبوب تحت القبط الدمامة. آه, طبعا آه, هي اندفاعات بت, بتكون لونها احمر ممكن تسبب ألم آه, بيكون فيها صديد آه, بتصير او طفح جلدي تحت القبط. آه, طبعا هي اللي بتزيد احتماليتها هي الوراثة، السمنة، آه, أمراض السكري وأمراض المناعة. آه، كمان لازم نعرف انه اسبابها هي عديده جدا منها اول شيء الحلاقه اثنين انه الشعر بينبت لداخل آه الجلد آه، كمان ممكن عدوى فطريه بكتيريه آه، كمان ممكن يكون تحسس من مستحضرات تجميل او بسبب مثلا مزيلات العرق او عندنا فرط غدد عرقيه آه، كمان ممكن كمان يكون لها اسباب ثانيه آه، أه طبعا نحن العنايه بالمنزل لازم نكون دائما ننشف تحت الابط نظفه منيح اثنين دائما الحلاقه مع اتجاه الشعره معاكسه أه كمان مهم جدا انه كمان ما نلبس ملابس ضيقه وكمان لازم كمان إن اذا كان صار عندنا هذه الحبوب انه نستعمل كمادات دافيه تخفف الالم أه ممكن ناخذ مسكنات الالم كمان التشخيص بيكون عن طريق الفحص السريري واخذ عينه من الصديد لمعرفه نوع الجرثومه لاستعمال المضاد الحيوي المناسب على بالنسبه للعلاج الطبي يستخدم اوغمانتين عيار 1000 مرتين باليوم لمده سبعه ايام يعني كل 12 ساعه تأخذ حبه اوغمانتين بالاضافه لمرهم باكتروبان اللي هو بتدهن منه ثلاث مرات باليوم لمده كمان سبعه ايام هيصير شفاء ان شاء الله بعد سبعه ايام بالضبط ما حصل شفاء راجع طبيبك ليشوف شو السبب وشكرا لمتابعتكم والسلام عليكم